الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه هنتكلم عن الاناتومي. ببساطه شديده كده الاناتومي هو العلم اللي بيدرس تركيب كل عضو في جسم الانسان. الاناتومي ان شاء الله ماده سهله جدا بس محتاجه انك تتابع اول باول. نبدا ان شاء الله النهارده بشويه مصطلحات هتساعدنا في وصف كل حاجه في الجسم. المصطلحات دي هتتكرر معانا كتير جدا مش في الاناتومي بس، غالبا في كل المواد وفي كل السنين ان شاء الله. اول مصطلح معانا النهارده ان شاء الله مصطلح اسمه anterior او يساوي ventral. anterior يعني ايه يا جماعه؟ هنقول ببساطه كده anterior يعني قدام، حاجه قدام حاجه. زي ما احنا قلنا المصطلحات دي هنستخدمها عشان نوصف مكان كل حاجه في جسم الانسان ان شاء الله. يعني مثلا انا ممكن اقول عن نفسي انا anterior للحيطه اللي ورايا، عكس مصطلح anterior اسمه posterior، وعكس ventral dorsal. يبقى تاني anterior بيساوي ventral يعني قدام، posterior بيساوي dorsal يعني ورا. مثال انا anterior للحيطه، مثال تاني الحيطه posterior ليا. انا anterior للحيطه يعني انا قدام الحيطه، الحيطه posterior ليا يعني انا يعني الحيطه ورايا. المصطلحين اللي بعد كده ان شاء الله medial ولاترال. يعني ايه medial ولاترال؟ medial يعني قريب من خط النص بتاع الجسم، لاترال بعيد عن خط النص بتاع الجسم. المصطلحات دي بستخدمها في المقارنه. اديكم مثال بسيط جدا، مثلا المناخير هي النوز واقعه في خط النص بتاع الجسم. اقول ان العين از ميديال تو نوز، يعني العين قريبه من المناخير. طب الودان؟ الودان بالنسبه لها لاترال، يبقى اقول ان الايد از لاترال تو نوز لانها بعيده عن خط النص. تاني ميديال يعني قريب من خط النص بتاع الجسم، لاترال يعني بعيد عن خط النص بتاع الجسم. المصطلحين اللي بعد كده سوبيريو وانفيريو. سوبيريو بيساوي ابر، انفيريو بيساوي لور. يعني ايه سوبيريو او ابر؟ يعني بالاعلى. انفيريو او لور يعني بالاسفل. مثال اقول مثلا ماي هيب از سوبيريو، راسي فوق، انما رجلين انفيريو تحت. يبقى تاني سوبيريو عكسها انفيريو بتساوي ابر اللي هي عكسها لور، يعني فوق يعني تحت. المصطلحين اللي بعد كده ان شاء الله في انفيريو او بتساوي انترنسيك عكسهم اكستيريو او اكسترنسيك. يعني ايه انتيريو او اكستيريو؟ انتيريو لو احنا فاكرين ان يعني جوه، يبقى انتيريو او انترنسيك جوه، اكسترنسيك حاجه بره. ببساطه برضه يعني انترنسيك اما اجي اتكلم عن حاجه اقول حاجه دي، اما اجي اوصفها ان هي حاجه دي جوه انترنسيك او انتيريو، عكسها اكسترنسيك او اكستيريو يعني بره. المصطلحين اللي بعد كده ان شاء الله بروكسيمال وديستال. المصطلحين دول مهمين جدا هتستخدمهم كتير جدا ان شاء الله. اما اجي برضه يعني ايه بروكسيمال او يعني ايه ديستال؟ بروكسيمال يعني قريب وديستال يعني بعيد. مش قريب وبعيد، ما هو قريب يعني نير. لا انا قصدي حاجه اقرب من حاجه. بروكسيمال يعني اما اجي اوصف حاجه دي اقرب من دي. مثال اقول ان مثلا العين از بروكسيمال تو نوز لان العين اقرب للنوز، انما الاير ممكن اقول الاير از ديستال تو نوز لان المناخ الوداني ابعد من النوز، ابعد من النوز من الاي. تاني قلنا بروكسيمال يعني اقرب، ديستال عكس بروكسيمال يعني ابعد. بستخدمه في المقارنه بين اشياء. مصطلحين بعد كده ان شاء الله هنستخدمهم في الامبريولوجي، مش هنستخدمهم كتير ان شاء الله في الاناتومي. كرينيال اند كودال. كرينيال يعني ايه؟ كرينيال يعني ناحيه الراس، بتساوي برضه كرينيال او بتساوي سوبيريور او ابر. هي كودال، كودال برضه مش هي قصدي عكسها، كودال عكس كرينيال. كودال بتساوي برضه ممكن انفيريور او لور، بس زي ما قلنا كرينيال وكودال نستخدمهم ان شاء الله في الامبريولوجي. بعد كده عندنا مصطلحين تانيين عكس بعض برضه، سوبرفيشال اند ديب.
سوبرفيشال يعني ايه؟ سوبرفيشال يعني سطحي، حاجه سطحيه خالص. ديب عكسها يعني حاجه عميقه. مثال السكين اللي هو الجلد اكتر حاجه سوبرفيشال في جسم الانسان، اكتر حاجه سطحيه. ممكن اقول سكين از ذا موست سوبرفيشال اورجان، يعني الجلد هو اكتر عضو سطحي. انما ديب ممكن ادي مثال مثلا على العظم البون، اقول البون از ديب لانه تحت. المثالين اللي بعد كده ان شاء الله في سنترال وبريفيرال. المصطلحين اللي بعد كده ان شاء الله سنترال وبريفيرال. الاثنين عكس بعض برضه زي ما احنا قلنا، المصطلحات بيبقى هو مصطلح وعكسه. سنترال عكسه بريفيرال، سنترال يعني مركزي، بريفيرال يعني طرفي. سنترال يعني مركزي، بريفيرال يعني طرفي. مثال انا اقول مثلا العمود الفقري، الفيرتبرال كولم يعني عمود الفقري. السنترال لانه في نص الجسم بتاع الانسان. انما مثلا الهاند بريفيرال لانه في الطرفين اهمت. اكتر حاجه عندنا سنترال وبريفيرال الجهاز العصبي، نيرفس سيستم. عندنا في سنترال نيرفس سيستم اللي هو المخ والحبل الشوكي، دول سنترال لانه في نص الجسم. الاعصاب اللي خارجه من النوم النيرفز اقول دول بريفيرال نيرفس سيستم. يبقى تاني السنترال نيرفس سيستم دوت هو البرين والسباينال كورد. البرين يعني المخ والسباينال كورد يعني الحبل الشوكي، دول سنترال لانهم في نص جسم الانسان. انما النيرفز اللي خارجه من النوم بقول عليهم بريفيرال نيرفس سيستم، بوصفه انهم بريفيرال طرفيين لانهم مش في نص الجسم بتاع الانسان. بعد ما خلصنا المصطلحات ننتقل لنقطه ثانيه ان شاء الله، هي اسمها الاناتوميكال بوزيشن. الاناتوميكال بوزيشن يعني الوضع التشريحي. يعني ايه برضه الوضع التشريحي؟ يعني الوضع اللي بقدر احدد فيه مكان كل عضو في الجسم واتجاهه. ازاي بيكون الاناتوميكال بوزيشن دوت؟ اول حاجه لازم يكون الجسم واقف باصص لقدام، واقف مستقيم كده. تاني حاجه لازم يكون العينين باصه لقدام. تالت حاجه يكون الذراعين لجنبي وكفين الايد باصين لقدام مش لورا. تالت حاجه القدمين برضه يكونوا باصين لقدام. واحد ممكن يسال يعني ايه لازمه الاناتوميكال بوزيشن دوت؟ اقول لك ان الاناتوميكال بوزيشن دوت متفق عليه في كل المراجع ان انا اقدر اوصف من خلاله وضع او مكان اي جسم، اي عضو في جسم الانسان. مثال لو انا وقفت لك كده وجيت اتكلم اقول لك مثلا النوز دي قدام انتيريور، لو انا وقفت لك كده ظهري لا يبقى المناخير بقت ورا ما بقتش قدام. فعشان ما نتلخبطش كل واحد يجي يقول لك انا اوصف ديت مثلا دي يمين او دي شمال، لا هما اتفقوا ان دوت الوضع اللي اقدر اشرح من خلاله او احدد مكان اي عضو او اتجاهه في الجسم من خلال الاناتوميكال بوزيشن دوت. ده متفق عليه في كل المراجع. ننتقل للنقطه اللي بعد كده ان شاء الله هي الاناتوميكال بلينز. يعني ايه اناتوميكال بلينز؟ الاناتوميكال بلينز هي الاسطح اللي بتقسم الجسم عشان تسهل لي احدد اتجاه مكان الاعضاء. عندنا 3 بلينز، ثلاث مستويات. اول مستوى اسمه سيجيتال بلين. سيجيتال بلين دوت يعني المستوى اللي بيقسم الجسم هو مستوى افقي، بيقسم الجسم لنصين، نص يمين ونص شمال. ازاي بقدر اخد المستوى دوت؟ ان انا اقسم كده من الراس من النص كده، اقسم الجسم نص يمين ونص شمال. في نوعين من السيجيتال بلين دوت. لو انا جيت قسمت من هنا من الراس ممكن اخد في نص الراس بالظبط، وبالتالي هقسم الجسم لنصين متساويين، نص يمين ونص شمال الاثنين قد بعض. دوت بسميه الميد ساجيتال بلين. ميد يعني في المنتصف او ميديان. في فرق بين مصطلح ميديان وميديال. ميديان يعني في النص، انما ميديال قلنا قريب من اللي في النص. تاني قلنا الساجيتال بلين دوت المستوى اللي بقسم فيه الجسم لنصين يمين وشمال. في منه نوعين، النوع الاولاني اسمه الميد ساجيتال بلين او الميديان بلين. دوت انا باجي اقسم باخد من النص، فيطلع عندي ايه؟ نص يمين ونص شمال، الاثنين قد بعض. ممكن وانا بقسم برضه من النص في الساجيتال بلين برضه
ما اقسمش بالنص، اجي منها شويه فيطلع عندي جزء يمين وجزء شمال بس مش قد بعض حسبنا كما انا قسمت. المستوى دوت انا بسميه البارا ساجيتال بلين. يعني ايه بارا ساجيتال بلين؟ لو فاكرين بارا في الكيمياء كنا خدنا انها بجانب. بارا ساجيتال بلين يعني بجانب المستوى اللي في النص. اما بقسم منه باخد جزء يمين وجزء شمال بس مش متساويين. تاني ساجيتال بلين دوت مستوى راسي بقسم منه الجسم لجزئين شمال ويمين. لو قسمت من النص هيطلع عندي نصين متساويين، نص يمين ونص شمال. في الحاله دي بقول عليه الميد ساجيتال بلين او الميديان بلين. المستوى الثاني النوع الثاني من الساجيتال بلين اسمه البارا ساجيتال بلين. دوت لو انا قسمت بس مش من النص هو طبعا بيكون موازي للساجيتال بلين من جنبه وهو عباره عن ساجيتال بلين بس نوع منه. في الحاله دي هيطلع عندي جزئين مش متساويين، جزء يمين وجزء شمال. في الحاله دي هنسميه ايه؟ بارا ساجيتال بلين. ده اول مستوى من الثلاثه. تاني مستوى اسمه كورونال بلين. كورونال بلين يعني لو حد يفتكر عن ايه كراون، كراون يعني تاج. دوت لو ترجمناه بالعربي كورونال بلين يعني المستوى التاجي. يعني ايه المستوى التاجي؟ اما باجي اقسم بقسم من مكان ما بحط التاج على الراس، هقسم كده مش كده، قلنا ما نقسم كده من النص كده. دوت هنسميه ساجيتال بلين. برضه انا كده هقسم من النص بس مش هقسم ايه؟ كده زي ما بحط التاج. المستوى اللي اسمه كورونال بلين دوت زي ما احنا شفنا كده، ده انا بقسم كده وده بقسم كده، الاثنين متعمدين على بعض بيربنديكولار تو ايتش اذر، يعني متعمدين على بعض. المستوى الكورونال دوت لما باجي اقسم هيديني جزئين، جزء انتيريو جزء اللي قدام وجزء بوستيريو جزء ورا. يبقى تاني الكورونال بلين قلنا هو دوت بلين او مستوى متعامد على مستوى السجده اللي هو دوت، الكورونال دوت متعامد عليهم عاملين مع بعض زاويه قريبه. بيقسم الجسم لجزئين، جزء امامي انتيريو وجزء خلفي بوستيريو. ثالث مستوى من الاناتوميكال بلينز اسمه هوريزونتال بلين او اكسيال بلين او اكسيال بلين. يعني ايه هوريزونتال او اكسيال بلين؟ يعني مستوى عرضي. بقسم الجسم مش طول مش فيرتيكال مش راسي، بقسم الجسم لمستوى لجزئين، جزء علوي ابر وجزء سفلي لور. تاني قلنا الهوريزونتال او الاكسيال بلين دوت مستوى عرضي بيقسم الجسم لجزئين، جزء علوي وجزء سفلي.